بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وإمامه وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ومن جوار الكعبة المعظمة نعاود مسيرة هذا الدرس المبارك في مجلسه 52 من المجالس الأسبوعية بعون الله لمدارسة هذا الكتاب فيما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من الفوائد والأحكام على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس 52 ينعقد في مفتتح ومطلع عامنا الهجري في الرابع من شهر الله المحرم سنة 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى الأحاديث الثلاثة الأخيرة في هذا الباب الذي فتحناه قبل توقفنا قبل الحج في باب التشهد، الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة. نتدارس فيه الأحاديث الثلاثة الأخيرة، 3 و4 و5 بعون الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. ذكر نحوه، أي نحو الحديث في ذكر الأمور الأربعة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث متضمن لأحد الأدعية النبوية التي يسن ويستحب استحبابا شديدا الإتيان بها في الصلاة والدعاء بها والمحافظة على هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. لأنه كما جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح التأكيد على مثل هذا النوع من الأدعية والمحافظة عليها محافظة شديدة لأجل ما فيها من المعاني. في رواية لمسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. فانظر كيف قال رضي الله عنهما: كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبه كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. والمقصود أن هذا من الأدعية العظيمة المتأكدة أن يقولها المصلي في صلاته، أن يحفظها، أن يحافظ عليه في الصلاة، وأن يأتي به، وأن نحفظه أولادنا وطلابنا ومن ننفعه بتعليمنا فيما يتعلق بأمور الصلاة عامة وأدعيتها خاصة. جاء للحديث هاهنا بروايتين، أولاهما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته، وثنى بالرواية الثانية التي انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله لأكثر من فائدة. منها أن الرواية الأولى فيها إثبات الهدي النبوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وذكر الدعاء.
وغاية ما يأتي في هذا النوع من الأدلة ذكر المشروعية واستحباب قول هذا الدعاء لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الثانية قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ، ففيه أمر، وهذه دلالة زائدة ففيها إضافة، هذه إحدى فوائد زيادة رواية الإمام مسلم التي انفرد بها رحمه الله تعالى في صحيحه. والفائدة الأخرى أنه أيضا في صحيح الإمام مسلم في هذا الدعاء في الرواية الثانية التي أتى بها بين موضع ذكر هذا الدعاء. الرواية الأولى كان عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته، طيب ممكن أن يكون الدعاء هذا في السجود، ويمكن أن يكون في أي مواضع الأدعية في الصلاة يمكن أن يقال، بل لو قال قائل لربما يكون هذا نوعا من جنس أدعية الاستفتاح، لو لم ترد روايات أخرى لقلنا كان يدعو في صلاته ودعاء الاستفتاح من أدعية الصلاة، أو يقال في السجود وهو موضع للدعاء. فلما جاءت رواية الإمام مسلم قال إذا تشهد، فبين أن موضع هذا الدعاء هو في التشهد. ثم جاء ما سيشير إليه المصنف رحمه الله، أي يشمل هذا التشهدين الأول والثاني، يعني لو قاله في الركعة الثانية من صلاة ثلاثية ورباعية وذكر التشهد الأول أي يشرع له أن يقول هذا الدعاء؟ منهم من قال به لكن هناك ما يرده. فالمقصود أن هذا الحديث بروايته فيه جملة من الفوائد الآتي ذكرها. لكن ها هنا سؤال، قال في لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ما الأربع؟ عذاب جهنم، وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. طيب فتنة المحيا والممات هذه ثنتين، فتنة المسيح الدجال هذه واحدة، فالمجموع خمسة، عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والممات، هاتان فتنتان لا واحدة، وفتنة المسيح الدجال فالمجموع خمسة في الحقيقة. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله في الحديث التعوذ من أربع وعد المحيا والممات واحدا وهو في الحقيقة فتنتان فالمجموع خمسة. قال أجاب بعضهم بأنه لو عدها خمسة لاكتملت وترا، والغالب في الوتر في الشريعة أن لا يذكر إلا في أمر المحبوب، وهذه الأربعة مكاره. وهذا الجواب يمكن أن يستقيم، لكنه قال رحمه الله لكن روى عبد بن حميد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه استعيذوا بالله من خمس فذكرهن. فيمكن أن يقال إن هذا من جنس ما يجتمع فيه الاثنان فيكون في حكم الواحد، فجعلهما فتنة فعدها واحدة، ولو أردتها تفصيلا لأمكن أن تجعلها ثنتين منفصلتين فيكون المجموع خمسة. وبه جاءت رواية مسند عبد بن حميد كما أشار ابن الملقن رحمه الله. وقد قال أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا واستعاذته من هذه الأمور الأربعة التي عوفي منها عليه الصلاة والسلام وعصم منها، ما وجهه؟ يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأربعتها عوفي منها عليه الصلاة والسلام وعصم. قال رحمه الله إنما فعله ليلزم خوف الله وإعظامه والافتقار إليه، هذه حكمة. والثانية قال ولتقتدي أمته به، وهو يبين لهم صفة الدعاء، فصلى الله وسلم وبارك عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الحديث إثبات عذاب القبر وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب. نعم، وهذا من عقيدة أهل السنة، وعامة أهل الإسلام يؤمنون بذلك، بل وعامة الطوائف المنتسبة للإسلام تؤمن به، وقد دل عليه أيضا بعض آيات كتاب الله مثل قوله سبحانه وتعالى في شأن عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمقصود بالعذاب القبلي وعذاب القبر الذي يكون في فترة البرزخ في تلك الأجساد والأرواح.
وأيضا مما قال شاه المصنف قال متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث صحيح الإمام مسلم رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. قال ثم أقبل عليه الصلاة والسلام بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ونحن نعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا مذهب أهل السنة خلافا لمن نفاه من المعتزلة والخوارج، فإن منهم طوائف أنكروا عذاب القبر بناء على بعض أصول فاسدة، فمنهم من أنكر بقاء الأرواح فأنكر عذاب القبر لأنه متعلق بالأرواح، ومنهم من بناه على أصل آخر فاسد في عدم بناء وإثبات الأحكام الغيبية العقدية إلا بما ثبت من أدلة قطعية كالنصوص المتواترة، فما لم يكن من هذا القبيل رده أهل السنة على الإيمان به بناء على ما صحت به الأدلة وثبتت في إيمان بالغيبيات التي جاء ومنها عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت. المحيا الحياة، ففتنة المحيا فتنة الحياة، أهي فتنة واحدة؟ طيب ليش ما قال فتن الحياة؟ هذا اسم جنس، فإذا قال فتنة ثم أضافها فأفادت العموم. ففتنة الحياة المفرد إذا أضيف عم يعني كل فتنة في الحياة، وهي متنوعة وأبوابها شتى وهي أجناس. فتنة المال، فتنة الولد، والله عز وجل قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكذلك فتنة الزوجات، يعني فتنة الرجل بزوجته وفتنة المرأة بزوجها، كل ذلك من فتن الحياة، بل شهواتها عامة فتن. المال من شهوة الحياة، والفرج من شهوات الحياة، وهي فتن. معنى أنها فتنة أن الشرع أباح منها أبوابا وحرم أبوابا، لكن لأن النفس تميل إليها والشيطان يغوي النفوس فيجرها إلى ما يحرم فوق ما يباح، فتكون الفتنة حاصلة لشدة افتتان النفوس وتعلق القلوب بها. المال، الولد، الزوجة، المناصب، الشهرة، الجاه، كل ذلك فتن، والإنسان معرض فيها للحياة، في هذه الحياة معرض. وهذه الفتن لشدة تعرض المرء لها أولا وعدم عصمته منها ثانيا وخوف تقلب القلوب ثالثا، أصبح المؤمن لا غنى له عن الاعتصام بالله أن يقيه من فتن الحياة. ولا يغتر، ما يغتر مؤمن بإيمانه، ولا عالم بعلمه، ولا طالب علم بتزكية نفسه، الكل هنا في مقام الفتن معرض. فما العصمة إلا من الله عز وجل، فصار الالتجاء إلى الله أن نتعوذ بالله في كل صلاة من فتن الحياة. فإن سلمت من فتنة المال لفقر وضيق حال وقلة ذات اليد فربما أتتك فتنة النساء، فإن سلمت من هذا وذاك ربما أتتك فتنة المنصب والجاه، فإن لم يكن لك من ذلك شيء لو لم تفتن إلا بصحتك وعافيتك فإنه أيضا يفتتن بها الإنسان يغتر. فأمور الحياة من مختلف الأبواب فتن، بل ربما افتتن المرء بما لا يفتن غيره، فبعض الناس يفتتن بالمال وآخر يفتتن بالفقر، ومن يفتتن بالصحة ومنهم من يفتتن بالبلاء والمرض والقلة، فالأبواب متعددة. قال الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأبواب الابتلاء متعددة، والفتن تأتي من أبواب الشر ومن أبواب الخير على حد سواء. فتبين إذن ألا انفكاك للمرء في هذه الحياة من فتن يتعرض لها، وأتبين أيضا أنه لا تعويل لا على علم ولا على إيمان ولا تقوى ولا صلاح ولا رصيد مما يجمعه الإنسان. بالرغم من ذلك كله فإنه مفتقر إلى عصمة الله ووقاية الله عز وجل وحفظ الله له، فاستعاذ بالله. وهذا الدعاء مما ما يؤكد هذا المعنى في افتقار المرء. قال رحمه الله: من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، قال: وأشدها وأعظمها والعياذ بالله
أمر الخاتمة عند الموت. يعني إن سلمت في حياتك عبد الله في عمرك كله من فتنها المتلاطمة أمواجها، فإنه ربما أدركتك ساعة الوفاة فكانت الفتنة التي قد يخسر بها المرء دينه والعياذ بالله. أما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في حديث عبد الله بن مسعود قال: فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما سبحان الله، قطع الحياة كلها حتى إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع. ما هذا؟ قال: فتنة أمر الخاتمة عند الموت لشدة ما يتعرض له الإنسان وشدة ما يتسلط عليه الشيطان عند الممات، أن يحرمه نطق الشهادة، أن يزين له المعاصي، أن يذكره بشيء باطل، أن يقذف في قلبه الجزع واليأس والقنوط من رحمة الله حتى يظفر به. لا يزال الشيطان حتى تغرغر الروح ما يزال حريصا على فتنة المؤمن من بني آدم. قال: وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. ومرة أخرى: لا تعويل والله ولا اغترار على سالف عمل ولا سابقة حسنى ولا رصيد من علم ولا إيمان ولا تقوى ولا صلاح، المعول على فضل الله ورحمته. فكلما أظهر العبد شدة افتقار وتضرع ودعاء وأدمن هذا في سؤاله لربه جل في علاه، كان له من الله عز وجل العون والحفظ والصون والنجاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه. الفتنة عند الموت يعني قبله أو بعده؟ قبله. الفتنة عند الموت قبل الموت. طيب فإذا كانت قبل الموت هي حياة، فلما لا نعدها في فتن الحياة؟ قال رحمه الله: الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه. ولما كانت فتنة الاحتضار قرب الممات، قرب الممات صح أن نسميها فتنة الموت أو فتنة الممات. قال: يجوز أن يراد بأن يراد بها الفتنة عند الموت. نعم. قال: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا. يعني لو قيل: طيب هذه فتنة حياة عند الموت، طب هو قبل قليل قال من فتنة المحيا، هل هذا تكرار؟ قال: لا، إذا سنحمل معنى فتنة المحيا على الفتن الحاصلة في مدة الحياة، إلا اللحظات التي تكون عند الموت فإن نجعلها في فتن الموت لا في فتن الحياة. نعم. فإن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فحالة الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا. تشبه الموت أو تشبه بالموت. نعم. قال: فحالة الموت تشبه بالموت ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر. هذا احتمال آخر. إذا لو قيل لك: ما فتنة الممات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستعاذة منها؟ تقول: فيها احتمالان، أنها فتنة الاحتضار، فإذا قيل لك الاحتضار هذا قبل الموت وليس موتا، تقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، فسميت فتنة الموت لقربها من الموت. ويجوز أن تكون ما بعد الموت. طيب ما الفتنة التي بعد الموت؟ فتنة القبر. نعم. قال: ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال. بالرغم مما جاء من التحذير الشديد والبيان والوصف الدقيق لفتنة الدجال وما يقع فيه وكثرة تحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه، إلا أنه قال في القبر كما في الصحيحين: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال. وهذا والله مخيف من وجهين. الوجه الأول هذا التشبيه والتغليب، كمثل أو أعظم، فما بالك بكل ما وصف من فتنة الدجال أن المؤمن يمكن أن يخسر إيمانه إذا لقيه من شدة ما يفتتن به الناس. والوجه الثاني أن فتنة الدجال إنما تصيب من أدركه عياذا بالله، لا كل البشر. أما فتنة القبر فالكل معرض لها، ما يسلم منها أحد. فهذا وجه كون فتنة القبر أعظم من فتنة الدجال. قال:
ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر. طب ها هنا سؤال، ألا يكون تكرارا؟ يقول أعوذ بك من فتنة الممات، وهو يقول أعوذ بك من عذاب القبر، ألا يكون هذا تكرارا لو فسرنا فتنة الممات بأنه فتنة القبر؟ أما يكون تكرارا؟ لا، الفتنة غير العذاب، وهذا الذي أجاب عنه المصنف. نعم. قال ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع قوله من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. نعم، الفتنة سبب يقع بها العذاب والعياذ بالله، فمن فتن عذب ومن سلم من الفتنة نجا، فلما اجتمع الأمران تعوذ بالله من الفتنة ومن العذاب. طيب ولو قال إنسان، طيب هو إذا أمن عذاب القبر سلم؟ لا، قال الفتنة نفسها بلاء، فيتعوذ بالله من الأمرين، من فتنة الممات ومن عذاب القبر. نعم. قال ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. اللهم أعذنا من فتنة المحيا والممات. قال والحديث الذي ذكره عن مسلم في، طيب هذا ما ذكره المصنف في معنى فتنة المحيا وفتنة الممات، وأشار الصنعاني رحمه الله إلى معنى آخر ذكره بعض الشراح، أن فتنة المحيا الآلام مع زوال الصبر، وهذا وجه عجيب، يعني نحن في حياتنا لا ننفك عن الآلام والمصاعب والمتاعب والأحزان. يقول وجود الألم في الحياة مع فقد الصبر فتنة، لأن واجب المؤمن أن يصبر على البلاء وأن يتصبر على مصاعب الحياة، فإذا كنا لا محالة معرضين لفتن الحياة ومصاعبها وآلامها، فإن من فتن الحياة أن نحرم الصبر والعياذ بالله. قال وفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، يعني ألا يحسن الجواب، يسأل في القبر الأسئلة التي دلت عليها الشريعة، من ربك، ما دينك، من نبيك، فألا يدل الجواب والعياذ بالله، فيكون عندئذ من عطف العام بعد الخاص، لأنه استعاذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، ثم عطف الأمر الأعظم والأعم فتنة المحيا والممات، فعذاب القبر داخل في فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة في فتنة المحيا. نعم. قال والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها بعد التشهد. طيب هذا قلنا أيضا من فوائد تعدد الروايات والطرق والألفاظ، فإنها مفيدة في مقام الاستنباط عند الفقهاء، ولهذا فإنهم يحرصون في أي حديث يرد في باب ما ومسألة ما على النظر فيما يجتمع من طرق الحديث ورواياته لما فيها من الفوائد. الرواية الأولى في الصحيحين ليس فيها إلا إثبات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم. زيادة مسلم في الرواية التي تفرد بها رحمه الله فيها فائدتان عظيمتان كما أسلفنا في صدر المجلس، الأولى الأمر والثانية تحديد موضع هذا الدعاء. نعم. والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمورا بها بعد التشهد، فأشار إلى الفائدتين، كون الدعوات مأمورا لأنه قال فليتشهد، بعد التشهد حدد موضع هذا الدعاء من الصلاة. نعم. قال وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية، فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها. قال لأن أكثرها أو كلها، لماذا تردد؟ قال الصنعاني رحمه الله كأنه ردد الأمر بين كون كلها أو بعضها غيبية، قال لتردده في فتنة المحيا، فإنها قد تكون مشاهدة فيكون مستعيذ فيها واقعا بها، أو مشاهدته حال من يقع فيها، فليس بالضرورة أن تكون فتن الحياة غيبا، قد يدركها رأي العين ويعيشها، أما الباقيات غيبية، عذاب القبر غيب، وفتنة القبر غيب، فتنة المسيح الدجال غيب، فاستعاذ بالله من أمور كلها، قال أو بعض أكثرها أو كلها أمور غيبية. قال فتكررها على الأنفس، يعني كونك تستعيذ بالله في كل صلاة، يا رجل أنت تذكر نفسك بنفسك
وأنت تلقن هذا الإيمان الغيبي في قلبك كل صلاة 5 مرات في اليوم إذا اقتصرت على الفرائض، وإذا صليت النوافل زادت إلى ما شاء الله، فأنت تكرر هذه القضية الإيمانية الغيبية على نفسك فتترسخ في النفوس عقيدة. قال فيجعلها ملكة لها. شوف قال على الأنفس، تكررها على الأنفس، ما قال على الألسن. والأمر كما أشار الصنعاني في فائدة لطيفة يقول إشارة إلى أن العبارة لا عبرة بها ما لم تصدر عن النفس وتصديقها بها، لا الاقتصار على مجرد اللفظ باللسان، بل حتى يستقر في النفس ويتواطأ القلب مع ما ينطق به اللسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها. من أين أخذ هذا؟ يقول قال إذا تشهد أحدكم فليقل. فليقل يعني الآن شوف لقنك لفظ الدعاء. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ما وجه الشبه؟ أن السورة من القرآن تؤخذ مشافهة، تلقيا، توقيفا، لا اجتهاد ولا اختلاف، لا يغير لفظ بلفظ ولا حرف بحرف، ما يغير. فكذلك هذا الدعاء قال فيه تعليم الاستعاذة وصيغتها. ليس المقصود الاستعاذة أعوذ، لا، لفظ الدعاء. يعني لو قال استعيذوا بالله لكان يمكن أن يقول القائل اعتصموا بالله من عذاب القبر، هو بالحقيقة مستعيذ بالله لاجئ إليه، لكنه قال فليقل، فذكر له لفظ الدعاء الذي يتعوذ فيه بالله. نعم. قال وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها، فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ، ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر، ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا كما هو الأصل في باب الأذكار والأدعية أن يكون المحافظة فيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الألفاظ فيه تعبدية. وأشهر وآكد أدلة هذا الأصل في باب الأدعية والأوراد والأذكار حديث خالد رضي الله عنه لما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاء النوم، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فلما طلب أن يعيده عليه فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، صوب له النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم الاختلاف والتباين الكبير بين لفظ نبيك ورسولك، لكنها تقرير لهذا الأصل، وهو أن باب الأدعية والأذكار مرده إلى التوقيف لما يتعبد لله تعالى بلفظه مع ما يتضمنه من المعاني العظام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل. ما مستند الوجوب؟ الأمر بهذا الدعاء في هذا المحل. أي محل؟ أخذوه من اللفظ إذا تشهد، إذا حددوا الموضع وهو التشهد، فليستعذ أمر، والأمر للوجوب. فإذا كان هذا واجبا فإنه لا غنى عن القول بوجوبه. طيب، ومن لم يقل بالوجوب فعليه القرينة. هذه قاعدة الأصولية، الأصل في الأوامر الوجوب. ولهذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله ويلزمه فرض أن يقول، يعني هذا الدعاء، إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين. أي جلستين؟ الشهود الأول والثاني. ليش؟ إذا تشهد يصدق على التشهد الأول وعلى التشهد الثاني. طيب، هذه لن نقول عنها ظاهرية محضة، لكنها التزام بمورد النص. قال في كلتي الجلستين، قال وهذا فرض كالتشهد ولا فرق. لا فرق، التشهد، أما تقول تحيات لله في التشهد الأول والثاني فهذا مثل، بل ربطه قال إذا تشهد، فضمن الأمر به فقال بالوجوب، وجد عموما إذا تشهد فيصدق في التشهد الأول والثاني. فذهب الظاهرية إلى الوجوب. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت
بها في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك. هذا بناء على ماذا؟ القول بالوجوب، ورأى أن تركه مبطل للصلاة. قال مسلم رحمه الله: لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال. فهذا يؤكد ماذا قرره المصنف رحمه الله وأشار إليه إلى مذهب الظاهرية، وهو تقرير الإمام ابن حزم رحمه الله الجميع. أما الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم فإنهم قائلون باستحباب هذا الدعاء لا بوجوبه، فما الصارف عن الوجوب لهذا الأمر إلى الاستحباب؟ لا، حديث المسيء صلاة قلنا يقرر الأركان لا الواجبات، الأقوال الأركان الفعلية. أما الأقوال فلا، عامة ما في حديث المسيء صلاة ليس متضمنا لبقية واجبات الصلاة. التشهد الأول غير موجود في حديث المسيء صلاته. فعلى كل حال استندوا في هذا إلى أكثر من أمر، منها ما تقرر عندهم أن الأصل في أبواب في باب الأدعية في الصلاة الاستحباب للوجوب، وإذا ثبت شيء منها بالوجوب فيحمل على ذلك بقرينة وليس العكس. فهذا نوع من التقرير الأصلي المضطرد في بعض الأبواب، كما يقولون مثلا الأصل في أبواب الآداب والعادات إذا جاء فيه بالأمر فعلى الاستحباب، فإذا قلنا بالوجوب فبقرينة. يعني الأكل مما يليك مستحب، الأكل باليمين مستحب، ويقوى القول بالوجوب لا على خلاف الأصل لكن لدعائه عليه الصلاة والسلام على من أكل بشماله، مع أن هذه قرينة ضعيفة، لأنه إنما دعا عليه ليس لأكله بشماله بل لامتناعه عن توجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال له قل بيمينك، فقال ما أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر. فعلى كل حال ذهب الجمهور إلى القول بالاستحباب، ويبقى توجيه أثر طاووس رحمه الله في أمره لولده بإعادة الصلاة كما تقدم معكم قبل قليل. والوجه عندهم كما قال عدد من الشراح أن ما ذهب إليه طاووس رحمه الله تعالى من القول بإعادته بالصلاة في سياق تعليمه، هذا كما يعني أكده القرطبي وغير واحد، كان في مقام تعليمه للصلاة، فلذلك سأله أقلتها في صلاتك؟ قال لا، قال أعد صلاتك. ومقام التعليم ليس كمقام الفتية، ولا قالها لعامة المصلين، ولذلك قال القرطبي ويحتمل، القرطبي أبو العباس في شرحه على صحيح مسلم، قال ويحتمل أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. وقد قالوا إن الأصل في الأدعية أنها للاستحباب والإرشاد إلا إذا كانت قرينة تدل على الوجوب. فعلى كل حال جمهور العلماء على القول بالاستحباب. قال الإمام النووي رحمه الله: وإن طاووسا رحمه الله أمر ابنه حين لم يدعو بهذا الدعاء بإعادة الصلاة، فيدل على تأكيد الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه. وظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر به على الوجوب، فالواجب إعادة الصلاة لفواته. قال وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء به في آخر الصلاة واجب، وأوجب الدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا تشهد أحدكم الحديث. قال وكان طاووس يأمر به من لم يدع به أن يعيد الصلاة، وهو قول بعض أصحاب أحمد، ورواية عند الحنابلة في القول بوجوب هذا الدعاء، لكن المعتمد كما هو قول الجمهور الأخذ باستحبابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله عام في التشهد الأول والأخير معا. من أين العموم؟ إذا ظرف وربطه بالتشهد، إذا تشهد، فمن تشهد الأول فيصدق أنه إذا تشهد، وكذلك في الأخير. نعم. قال وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى سامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه،
والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته، والله أعلم. تقدم قبل قليل قول الإمام ابن حزم رحمه الله: ويلزمه فرض أن يقول الدعاء إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين، وهذا فرض كالتشهد ولا فرق. وابن دقيق العيد رحمه الله كأنه يميل إلى هذا، أخذ من العموم كما سمعت، قال: والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح. طيب الجمهور يقولون إن موضعه بعد التشهد الأخير لا بعد الأول، طيب فما المخصص؟ وهذه قضية أخرى غير قضية الوجوب، قضية تكرار هذا الدعاء في التشهدين الأول والثاني على حد سواء. المخصص هي رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه التي عند الإمام مسلم، مقيد فيها بالتشهد الأخير. قال وابن حزم رحمه الله قد أورد تلك الرواية ونبه عليها وتعقبها بأن زيادة من الوليد بن مسلم وزيادة عد مقبولة، لكنه جعلها حديثا مستقلا. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى قيدت هذا الدعاء بالموضع الثاني من الصلاة في التشهد الثاني من الصلاة دون الأول. فحديث إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير على حد سواء، لكن الرواية التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث قيدها بالتشهد الأخير خاصة، فعندئذ سيكون هذا من حمل المطلق على المقيد ولا يصح دعوى العموم. وقول الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى حتى يرد دليل يخصه، فعقب على ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى بقوله: وقد علمت ورود النص المخصص لذلك وصحته. فإذا تأكد أن هذا الحمل من الجمهور على ربطه وتقييده بالتشهد الثاني لما جاء في الرواية التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قبل الانتقال إلى الحديث التالي، هذا الحديث كما تقدم يا كرام هو من أعظم الأحاديث وأجلها في أبواب الدعاء، وفيه من الفوائد كما قال ابن الملقن رحمه الله: الحديث دليل على شرعية طلب تعلم العلم من العلماء، خصوصا في الدعوات المتعلقة بالصلوات وإجابة المعلم للمتعلم سؤاله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة ابتداء ويعلم السائل إذا سأل، فبذل العلم وتعليم الناس مطلب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته فانتقل إلينا هذا التعليم، فحري بأهل العلم وطلبة العلم بث ذلك أيضا بين الناس، وحثهم على التمسك والحرص على ما جاء من سنة هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا الحديث من أعظم أدعية الصلاة التي تقال، ووجه منزلته ومكانته وعظمته أمور ثلاثة: النظر إلى السائل، والنظر إلى المسؤول، والنظر إلى المسألة. أما السائل فأبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة دعاء أدعو به في صلاتي. فما تجتمع هذه القضايا تنبيك عن حفاوة بهذه المسألة وعناية يقع في قلب المسلم موقعه اللائق به. ولو كان أحدنا يهتم بقضية ومسألة فأولاها عناية، نظر إلى ما يحف المسألة ويحيط بها من جوانب العظمة. فهذا السائل أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وتقدم قبل قليل أن التعليم العلم وبذله مطلب، خصوصا عند السؤال، وهذا أبو بكر رضي الله عنه. ولماذا نقول أبو بكر رضي الله عنه؟ لأنه أعظم الأمة إيمانا، وإيمانه رضي الله عنه في كفة يغلب إيمان الأمة،
وإيمان أبي بكر رضي الله عنه وتصديقه العظيم مع ما حصله من شرف الصحبة والخصوصية والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أورثه المكانة العلية، شعر أنه ما يزال بحاجة إلى الاستزادة والتعلم، فجاء فسأل قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الذي فيه بعض المعاني العظام والمهمة التي ستأتي الإشارة إليها في ثنايا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخر الحديث. ظلما كثيرا هكذا بالثاء المثلثة في أعظم في معظم الروايات، وجاء بالباء ظلما كبيرا وهي أيضا رواية صحيحة، واختار الإمام النووي رحمه الله الجمع بينهما، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا. فهذا المسلك الذي اختاره النووي رحمه الله من باب الاحتياط والمحافظة على جميع ألفاظ الشارع، لكنه متعقب بأن التعدد في ألفاظ الروايات لا يجمع بها بل يؤتى بها على انفراد، فتقول هذا مرة وهذا مرة، وهذا الأولى حتى يراعى فيه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث ذكر الدعاء مرتبا بجمل ثلاثة، الأول الاعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والثاني الاعتراف بالتوحيد لله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، الثالث عرض المسألة وطلب المغفرة فاغفر لي، مع ما في الطلب الأخير من التذلل والتلطف، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ثم ختمه أيضا بتوسل فيه التودد واللطف السؤال والتقرب إلى الله عز وجل بما يحب جل وعلا. قال ابن الملقن رحمه الله ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولا اعترافه بالذنب ثم الوحدانية ثم سأل المغفرة بعد ذلك، قال لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على السيد بما هو أهله أوحى لقبول مسألته، وقد جعل تقديم الثناء بين يدي الدعاء كتقديم هدية الشفيع بين يدي مسألته، قال فإنه أقرب إلى القبول، الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز. طيب من أين أخذ أن الدعاء في الصلاة من غير تعيين؟ أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طيب علمه الدعاء، لو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه أين ستدعو به؟ ممكن في الاستفتاح، هو دعاء، ويمكن أن يكون من أدعية الاستفتاح، والاستفتاح موضع دعاء، ويمكن أن يكون في السجود، ويمكن أن يكون بعد التشهد. طيب آكد موضعين، السجود وبعد التشهد قبل السلام. طيب هذا محتمل وهذا محتمل، أليس كذلك؟ فلماذا جاء المصنف بالحديث في باب التشهد؟ يعني لو جعله من الأدعية العامة لأتى به في الباب الجامع الذي أورد فيه مسائل متعددة، فلماذا جاء به هنا؟ هل هو ترجيح لأنه يكون من أدعية التشهد؟ الجواب نعم، هو ترجيح، وهو صنيع الأئمة المحدثين البخاري والنسائي وغير واحد، أوردوا الحديث في تراجم في أبواب التشهد، فدل هذا على أنه ذهاب منهم إلى أن الحديث هذا الدعاء يقال في التشهد. السؤال من أين أخذ؟ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان هذا. هذا الحديث قال هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز. في أي موضع لا يكره فيه الدعاء، مما كره فيه الدعاء الركوع، قال فعظم فيه الرب، فليس موضع دعاء صريح، ومع ذلك قال أي موضع لا يكره فيه الدعاء يجوز، لأنه قال في صلاتي، يعني حتى لو قلت في الجلسة بين السجدتين هو موضع دعاء، فيمكن أن آتي به. عموم الحديث يدل على ذلك، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد. لماذا هذان الموطنان من بقية مواطن الصلاة؟ لأنها مواضع دعاء. طيب وغيرها؟ الاستفتاح موضع دعاء،
قبل الركوع موضع دعاء في قنوت لمن يراه قبل الركوع، بعد الركوع موضع دعاء وثناء، الجلوس بين السجدتين موضع دعاء، لكن الأدعية في تلك المواضع مقيدة، فيدعى بما ورد فيها لا بدعاء مفتوح. أما الدعاء المطلق المشروع للعبد أن يدعو فيه بما أحب ففي هذين الموضعين، ما هما؟ السجود وبعد التشهد. قال في السجود فأكثروا من الدعاء، وقال بعد التشهد فليتخير من المسألة ما شاء. نعم. قال ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمر في فإنهما الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وقال في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. ما الذي رجحه المصنف؟ أنه يقال بعد التشهد، لكن لاحظ أنه لم يجزم، قال ولعله يترجح، وهذا تعبير لطيف ويصنعه الشارح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كثيرا، وهذا يعلمك أدبا من آداب طلبة العلم في التعبير عن المسائل، عدم الجزم، ولو بقي احتمال فيه تردد فاحتياط طالب العلم في الألفاظ والتعبيرات في الأحكام هي أولى به من غيره، ويعلمه العلم كيف يحتاط حتى في التعبير. لم يجزم بالترجيح للتردد الحاصل، والتردد الحاصل عنده أن موضع السجود أيضا موضع راجح، يعني لقائل أن يقول بل موضع السجود آكد، هو بماذا رجح التشهد؟ قال لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. أي دعاء؟ مثل الدعاء السابق، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. جاء في السنة من هذا الجنس ما يدل على أن الأدعية المرغبة فيها تكون بعد التشهد، فجعلوا هذا قرينة، أنه لو جاءنا دعاء في الصلاة ندبنا إليه، فمن أظهر المواضع التي يمكن أن تكون محلا له هذا الموضع وهو الدعاء بعد التشهد. فهو لم يجزم رحمه الله، وجعل النظر مترددا، لكنه ميل منه إلى ما يمكن أن يكون ترجيحا. ما لو قال قائل، وهو ما ذهب إليه أيضا غير المصنف رحمه الله، أن الدعاء بهذا في السجود آكد. ليش آكد؟ قالوا لكثرة الأدلة التي رغبت في الدعاء في السجود، منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله، قال وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. والحديث أيضا صحيح عند الإمام مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا في لفظ قال فاجتهدوا، وأكد بقوله فقملوا أن يستجاب لكم، حري بالاستجابة إذا دعوت في السجود، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. طيب فإذا كان السجود مأمورا فيه بالدعاء مرغبا موعود بالإجابة، وقال لك في صلاتك أدعو بكذا، فمن آكد المواضع التي يمكن أن تجعلها محلا لدعاء مرغوب فيه أن يكون في السجود. قالوا وعامة الأحاديث بالأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في السجود كثيرة واسعة، ولهذا مال بعضهم إلى بقاء الأمر في الموضعين، فمن أراد أن يدعو بهذا الدعاء النبوي الذي علمه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق رضي الله عنه فلا حرج أن يأتي به في السجود تارة وبعد التشهد، بل لو جمع بين الموضعين في صلاة واحدة لكان مصيبا ولا حرج، فإن اقتصر على أحدهما فالأمر أيضا فيه سعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وفي الحديث طيب استقيموا ولن تحصوا، يعني لا يزال أحدكم عباد الله مهما اجتهد في الاستقامة لن يحصيها، يعني لن يصيبها على التمام والكمال بوجه لا نقص فيه، بل لا يزال عنده النقص والخطأ، ونحن بني آدم جبلنا على النقص والخطأ والقصور، والكمال كمال نسبي،
لا كمال مطلق بين البشر بسبب ما جبلوا عليه من النقص والسهو والغفلة والتفريط في جنب الله عز وجل. وأشار المصنف أيضا رحمه الله إلى الحديث الآخر. نعم. وفي الحديث قال: وفي الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا تعميم، فكلنا خطاء. ولاحظ فيه أمران: الأول العموم، كل ابن آدم، فأنا وأنت وكل من في الأمة من الصالحين والعلماء والأولياء والأتقياء داخل في هذا. والأمر الثاني غير العموم، صيغة المبالغة، خطاء يعني كثير الخطأ، وبالتالي فهذا أيضا نسبي في كثرة الخطأ من عبد إلى عبد. قال عليه الصلاة والسلام: وخير الخطائين التوابون. والحديث عند الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم رحم الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة. أي قول؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يقول هذا لأبي بكر رضي الله عنه المشهود له بالجنة من العشرة المبشرين، وفي مناقبه رضي الله عنه ما يؤكد على دخوله الجنة بإخبار الغيب الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول له: يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال: فهذا أخذناه من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد ولا تخصيص بحالة. فدل هذا على ماذا؟ على أننا يا بني آدم لا يعرى أحدنا عن خطأ وتقصير في كل يوم وليلة. نعم. قال: وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة، فلو كان ثم حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه فيه فائدة لطيفة، لما قال يؤخذ من الأمر بهذا القول مطلقا، يعني ما قال اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولم يقيده بحال دون حال. قال الصنعاني رحمه الله: المطلق من حيث هو مطلق لا يلزمه الاستغراق في الجهة التي ورد فيها، بل هذا شأن العام، وكأنه أخذ ذلك من قرينة المقام واستقراء أحوال ما جبل عليه الأنام من ملابسة الخطايا والآثام التي لم يسلم منها حتى الأنبياء عليهم السلام. بمعنى أنه ليس القول في الحديث ولفظ الدعاء هو وحده القرينة التي يفهم منها جبلة ابن آدم على الخطأ والنقص والذنب والمعصية، بل من قرينة المقام وحال البشر التي عرفت بالاستقراء وبما عليه الكمل من البشر كالأنبياء الكرام عليهم السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى: علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. نعم. هذا في الحديث القدسي الذي أشار للمصنف فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين. هذا توحيد، قلنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اعتراف وإقرار، ولا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بوحدانية الله، كما جاء في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. نعم. قال: وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. يعني هذه الجملة في الحديث تقابل تلك الجملة في الآية. في الحديث امتثال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن يمتثل ما جاء فيه ويطبق. فالله أثنى على عباده المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى أن قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا ظلم، وتقبين قبل قليل أنه يظلم نفسه ظلما كثيرا، فهو يحافظ على هذا الدعاء. نعم. قال: وقوله فاغفر لي مغفرة من عندك، فيه وجهان: أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال:
لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت، والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. يعني هل هذا نفي للأسباب؟ لا، نفي التعويل والاتكال عليها. الأسباب لا بد منها، لكن في الأخير المعول على رحمة الله وفضل الله. قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، يعني خلاص نترك العمل؟ لا، ما نترك، لابد من بذل السبب، لكن ليس السبب موجبا لرحمة الله وفضل الله وجنته سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قوله فاغفر لي، الآن أنت تناجي ربك تقول يا رب اغفر لي مغفرة من عندك، قال من عندك، هذه لها وجهان في المعنى لطيفان. الأول أن تقصد به التوحيد، كأنك تقول ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي، ليغفر الذنوب إلا أنت يا رب فاغفر لي أنت، فهو تأكيد للتوحيد في الجملة السابقة. المعنى الثاني قال وهو الألطف، أن تقول يا رب اغفر لي مغفرة من عندك، يعني من فضلك يا رب ومن رحمتك وإحسانك إلي، لا بسبب عملي ولا بصلاحي ولا بما بذلت وفعلت، المعول على فضلك ورحمتك لا غير. نعم. قال الثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. يعني كما ذهب إليها ما يقرر ذلك من العقلانيين المعتزلة سابقا ومن سلك مسلكهم لاحقا، ما في وجوب عقلي للثواب والعقاب والتحسين والتقبيح في الأصل العقدي الفاسد عند المعتزلة، قرروا به ذلك، وإن لم يكن هذا موضعا لرده وإبطاله، ولا هذا هو الدليل القوي في رد هذا الأصل الفاسد، لكن هو التبرؤ كما قال المصنف من الأسباب، والتبرؤ من الإدلال بالعمل، كما قال الله عز وجل قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعبد مهما بلغ من صلاح وعمل صالح ورصيد من الخير أبدا ما ينظر إلى صنيعه، بل ينظر إلى عظيم فضل الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا وهم صحابة بذلوا ما بذلوا وفعلوا ما فعلوا وشهد الله لهم بالجنة والرضوان، ومع ذلك يتبرؤون. هذا من توفيق الله للعبد أن يرزق هذا المعنى وأن يوفق لإدراك هذه القضية. وأما المغترون المدلون بأعمالهم فقد استحوذ عليهم الشيطان، يحسب أحدهم أنه صنع شيئا وأنه نصر الإسلام وخدم الدين وأنه حاز من الفضائل والخيرات. التبرؤ من الأسباب من توفيق الله للعبد، فيبذل ما بذل ويعلن افتقاره وانكساره وتعويله على فضل الله ورحمته، كما قالوا علقوا الفضل بأسباب التقى، ما ترى الأسباب ما الأسباب فيها، ليس إلا الفضل فيها سببا، قف هنا إن شئت أو تزداد تيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمغفرة الستر في لسان العرب، الستر والمغفرة الستر في لسان العرب، والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفات الفعل وعلى الثاني هي من صفات الذات. يعني هو فسر الرحمة إما بأنها الأفعال التي يحصل بها الإنعام للعبد كالرزق والعافية والشفاء والنعمة والزوجة والولد، أو هو صفات الفعل إرادة إيصال، فتفسر الرحمة بإرادة الخير، أو هو الأفعال التي يصل منها الخير إلى العبد. وكلا الأمرين قال المصنف عند المنزهين من الأصوليين، يقصد الأصوليين هنا الأصول العقدية، علم الأصول لا يقصد به أصول الفقه، وجعل هذا هو مسلك التنزه عن التشبيه، وحمله على ذلك ما ظنه أرباب هذا المسلك أن القول بتفسير هذه الصفات على ظاهر معناها يلزم التشبيه، وهذا خلل،
نبه عليه أهل السنة وأئمتهم منذ زمن السلف الأول، وهو أن الإثبات في باب الصفات لا يلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه. وقد أخطأ في هذا الأصل طائفتان، منهم من عطل الصفات خشية التشبيه فنفاها جملة، لأنه قرروا أو ظنوا ظنا فاسدا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فعمدوا إلى نفي الصفات فعطلوها جملة. وكذا من قال بالتشبيه مطلقا والعياذ بالله، فكلتا الطائفتين أخطأت في هذا الباب، وما مدخل الخطأ واحد، هو الظن أن إثبات الصفات الإلهية يستلزم التشبيه. فعلى هذا الأصل منهم من طرد هذه القاعدة فأثبت مع التشبيه والعياذ بالله، والآخرون خشية من التشبيه أغلقوا باب إثبات الصفات كما فعلت المعتزلة. وكلتا الطائفتين أخطأت في هذا الباب. ومن ردود أهل السنة في هذا الباب أن القول في الذات كالقول في الصفات، أفكان إثبات الذات الإلهية مستلزما لتشبيهها بالذوات الأخرى من ذوات المخلوقين؟ فإذا كان لا فالجواب كذلك في باب الصفات في الجملة مع تفاصيل أخرى تقال. ولهذا يعني ما أحسن ما قال الإمام الصنعاني رحمه الله معلقا على قول المصنف هنا، قال: أقول الحق في مثل هذا إبقاء الصفات على حقائقها وظواهرها، وتفويض أمر التعلق في نسبتها إليه وكيفيتها إلى من أحاط بكل شيء علما. فإذا أهل السنة يقولون بتفويض الكيفيات لا بتفويض المعاني، يثبتون المعنى على مقتضاها في اللغة لكن من غير دخول في الكيفيات، ويجعلون الكيفية مفوضة إلى العالم بها سبحانه، لأنه إنما أطلع العبادة من هذا الباب الغيبي وهو صفاته سبحانه وتعالى على هذا القدر، فيقتصر إيمانهم على القدر الذي أطلعهم سبحانه وتعالى عليه. وأما الصفات في كيفياتها فأمر محجوب عن العقول البشرية، فيكلون أمرها إلى الله. قال رحمه الله: ولا حاجة إلى اقتراف سفسف من القول يتخلص به مما يظن فيه إشكال من حيث قياس الذات المقدسة جل وعلا على حوادث الكائنات التي تنزهلت عن مماثلتها قائلين ليس كمثله شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا خصما للكلام على جهة المقابلة لما قبله، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وقد وقعت المقابلة ها هنا للأول بالأول والثاني بالثاني. اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، ثم لما أثنى على الله قال إنك أنت، فطلب المغفرة وسمى الله الغفور، وطلب الرحمة وسمى الله الرحيم. نعم. قال: وقد وقعت المقابلة هاهنا للأول بالأول والثاني بالثاني، وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام. وهذا الذي يسميه أهل البلاغة اللف والنشر المرتب، إن كانت المقابلة مرتبة، أو اللف والنشر غير المرتب أو المشوش إذا كانت المقابلة مقلوبة أو غير مرتبة. نعم. قال: ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لما قبلها، والله أعلم. يعني مناسبة خواتيم الآيات لما في الآيات في أولها، ويتحدثون عن هذا، فهذا يذكرونه أيضا في من أبواب علوم القرآن المناسبات، فيذكرون المناسبة بين خاتمة سورة وابتداء التي تليها، والمناسبة بين آية والتي بعدها مع التي قبلها، ومناسبة خاتمة الآية لما تضمنته، ويريدون في ذلك أمثلة، منها قول العربي: ولما دخل حلقة في مسجد وفيها فقيه يقرر مسألة فقرأ مستدلا في حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، أخطأ فقال والله غفور رحيم، والعربي لا يحفظ القرآن فاستنكر وقال ما هكذا، فهما من سياق الآية، مع أن القرآن لا اجتهاد فيه ولا قول فيه بالرأي. فلما صوب الشيخ أو الأستاذ في الحلقة فقال نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم، وربط المعنى أن مناسبة خواتيم الآية متعلق بما جاء فيها. ومن هنا يتكلم المفسرون ولهم في هذا تقريرات بديعة، حتى إذا
ورد ما يظن أن خاتمة الآية غير مطابق لما في معناها، يتحدثون فيبينون ويكشفون وجه المناسبة. ومن أشهر أمثلة ذلك في آخر سورة المائدة لما قال سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم. وفيه كلام في غاية النفاسة عندهم في هذا الموضع وأمثاله، لماذا عبر بالعزيز الحكيم وليس الغفور الرحيم كما هو متبادر ومماثل لغيره من المواضع؟ فعلقوا ارتباط الأمر بالعزة والحكمة في هذا المقام تحديدا في قملة عيسى عليه السلام لمعاني أخرى مرتبطة بالسياق والحدث في ذلك الموقف العظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. طيب، هذا أيضا من أدعية الصلاة، ومجلس الليلة كله في أدعية الصلاة التي أوردها المصنف رحمه الله في باب التشهد. تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. فيه فوائد: الأول ذكر مبدأ هذه السنة في الدعاء وأنه بعد نزول سورة النصر. الثاني الإشارة إلى مناسبة الدعاء لما في السورة، قد تقدم وأن في بعض الروايات قالت رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يمتثل ما جاء فيه ويطبق، لأن الله قال له: فسبح بحمد ربك واستغفره. أمره بثلاثة أشياء: التسبيح والحمد والاستغفار. فماذا قال عليه الصلاة والسلام في الامتثال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. فامتثل في الثلاثة الأوامر: فسبح بحمد ربك واستغفر. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أورد المصنف الرواية الثانية لفائدة وتأمل، قال في الأولى: قالت ما صلى صلاة بعد أن أنزلت إلا يقول فيها. فين يقول؟ في الصلاة. فين في الصلاة؟ لم تبينه الرواية. في لفظ: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. فحددت الرواية الأخرى موضع هذا الدعاء وهو الركوع والسجود. وفي الرواية الأخرى فائدة أخرى قولها: كان يكثر. طيب، هي لو قالت كان يقول، أليس دلالة كان إذا ارتبطت بالفعل كما تقدم معنا مرارا تفيد الدوام والتكرار؟ بلى. طيب، فكيف إذا اقترنت بكان يكثر؟ هذه آكد. بل لك أن تقول: لعله يراد به أنه ما ترك صلاة، وهي دلالة الرواية الأولى: ما صلى صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها. إذن لك أن تقول الآن: من السنة عبد الله أن لا تصلي صلاة فرض ولا نافلة إلا تقول في صلاتك هذا الدعاء، تمتثل السنة تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تكثر من ذلك لما في هذا الدعاء العظيم من معان عظام. حسبك لو لم تدرك المعاني ولم تفقه الحكم، حسبك أن تفعل شيئا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت والله على خير، ولن تصيب إلا خيرا، ولن تجد إلا ثوابا وأجرا وأمرا عظيما عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى السؤال فيما سيأتي كلام المصنف رحمه الله: فسبح بحمد ربك واستغفره، أمران أو أمر أو ثلاثة؟ أمران، فسبح واستغفر. طيب، ما معنى فسبح بحمد ربك؟ كيف يعني؟ ما قال فسبح واحمد، قال فسبح بحمد. هل الباء للمصاحبة أو للحال؟ يعني تسبح بالحمد، وبالتالي ستقول أنا أحمد الله وحمدك يتضمن تسبيحا فتكون مسبحا بالحمد، أو تجمع سبح بالحمد أن تقول سبحان الله وبحمده، هذان معنيان. إذن تأمل في العبارة،
قال فسبح بحمد ربك واستغفره، وقال في آيات أخرى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح أطراف النهار. إذن سبح بحمدي. وقد تعلمنا في السنة أن من أعظم الأذكار الثقيلة في الميزان الحبيبة إلى الرحمن الخفيفة على اللسان سبحان الله وبحمده. طيب هنا قال فسبح بحمد ربك، ولما امتثل قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك. فإذا هذا يفسر أن التسبيح بالحمد يحتمل معنيين، أنك تحمد الله حمدا يشتمل على التسبيح فتكون سبحت الله كيف؟ بالحمد. طيب التسبيح تنزيه، وإذا حمدت الله مفردا إياه بالحمد فقد نزهته عن الشريك، فأنت نزهت الله بالحمد لا بصيغة التسبيح. والمعنى الآخر سبح بحمد ربك، اقرن التسبيح بالحمد، وهذا أظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال سبحانك اللهم وبحمدك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله تعالى وملازمته لذلك، وقوله فسبح بحمد ربك فيه المبادرة. قلنا يا كرام هذا أصل عظيم ومنهج نبوي جليل، امتثال أمر الله بل المبادرة فمنذ أن نزلت السورة. طيب الحديث الآية تقول إيش؟ إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح؟ فتح مكة. السورة نزلت قبل الفتح أو بعد الفتح؟ قولان، فمن قال قبل الفتح فيكون السؤال قبل فتح مكة الله يقول له إذا جاء، وإن كان كثير من الصحابة يقول السورة بعد الفتح وهي من آخر ما نزل من القرآن. طيب فعلى كل من القولين سؤال، فإذا كانت السورة بعد فتح مكة كيف يقول إذا جاء وقد فتحت مكة؟ كيف يقول إذا جاء؟ الجواب أن إذا قد تأتي بمعنى الماضي. والسؤال الثاني إذا قلت إن السورة قبل الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، إذا متى المطلوب أن يسبح عليه الصلاة والسلام؟ إذا فتحت مكة، فكيف قالها قبل؟ إذا قلت إن السورة نزلت قبل فتح مكة. وعائشة تقول رضي الله عنها ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال. طيب الله يقول إذا جاء وهو ما جاء النصر وبدأ يقول، قال فيه سرعة المبادرة والامتثال إلى أمر الله عز وجل، وهذا المنهج النبوي الكريم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسارع فيه إلى مرضات ربه جل وعلا. نعم. قال وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان، أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد، فيكون الحمد متضمنا معنى التسبيح الذي هو التنزيه. نعم. لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه، لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشركة أو الشركة. نعم. قال وفي ذلك نفي الشركة. الوجه الثاني، وعندئذ يكون المأمور به هو الحمد فقط، فسبح بحمد ربك يعني احمد الله حمدا مشتملا على معنى التسبيح وهو التنزيه. الوجه الثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله سبحانك وبحمدك. فلما قرن عليه الصلاة والسلام في الامتثال التسبيح بالحمد وثنى لفظيهما كان المعنى الثاني أرجح، تسبيحا مصاحبا للحمد. نعم. وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفى بالحمد فقط، وكأن تسبيح الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليل على ترجيح المعنى الثاني. وقوله وبحمدك يعني سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. وقوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك سبحت، أي فإذا قلت سبحانك اللهم تسبيح صريح خالص محض، وبحمدك يعني وبحمدك أيضا سبحت لك يا رب، لأن الجار والمجرور يحتاج إلى تعلق بما إلى متعلق يتعلق به، فقال وبحمدك سبحت. نعم. قال وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف. طيب إذا قلنا وبحمدك سبحت، إيش يعني وبحمدك سبحت؟
يعني سبحت يا ربي لك بصيغة الحمد ولفظ الحمد، هذا محتمل. ويحتمل أن تكون الباء سببية، يعني وبسبب حمدك سبحت. نعم. قال: وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف، أي بسبب حمد الله سبحت، ويكون المراد بالسبب هاهنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح: بحمد الله لا بحمدك، أي وقع هذا بسبب حمد الله، أي بفضله وإحسانه وعطائه. فإن الفضل والإحسان سبب الحمد، فيعبر عنهما بالحمد. هذا في قصة الإفك، فإن عائشة رضي الله عنها لما فرحت بنزول توبتها وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفها، قالت: بحمد الله لا بحمدك، يعني هذا فضل من الله في نزول براءتها وما فرج الله تعالى بها من كربتها، يعني نزلت براءتي من السماء بسبب حمد الله بفضله وإحسانه، لا بحمدك يعني لا بفضلك وإحسانك. نعم. قال: وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله تعالى واستغفره بعد امتثال قوله فسبح بحمد ربك. وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع. أي لفظ آخر؟ اللهم اغفر لي. الرواية الأخرى كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فأورد على هذه الرواية سؤالا: هل الركوع موضع دعاء؟ ألا يقول الفقهاء بكراهة الدعاء في الركوع وكراهة قراءة القرآن في الركوع؟ أما كراهة قراءة القرآن فللدليل. طيب والدعاء؟ قال به طائفة، بل هو قول كثير من الفقهاء: إن الدعاء في الركوع مكروه. طيب هذا دعاء وكان يكثر أن يقول، فأورد هذا السؤال. نعم. قال: وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز، ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم. جمع المصنف رحمه الله بين ما ظاهره التعارض من حديث عائشة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده مع حديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، جمع بينهما بأن قال الأولى بالركوع التعظيم، ولذلك هو موضع تسبيح وثناء على الله، وإن جاز فيه الدعاء فهو محدود ويدل الحديث على جوازه. طيب إذن هل هذا يدل على الكراهة؟ الجواب لا، القول بالجواز لا يلتقي مع الكراهة، لا يجوز شيء من أمور الصلاة مستحبا ثم تقول هو مكروه، فدل الجواز على الاستحباب. فإذن يقول رحمه الله: حديث الركوع فعظموا فيه الرب لا يمنع الدعاء لكن يدل على الأولوية، وحديث كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده يدل على الاستحباب ذلك وجوازه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا واحتمالها للكثرة، والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا، فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود. هذا جواب ثاني: الركوع فعظموا فيه الرب، السجود اجتهدوا في الدعاء. طيب تقول هو دعا عليه الصلاة والسلام أيضا في الركوع؟ نقول نعم، لكن ما دعا إلا بجملة: فاغفر لي، فاغفر لي، فطلب المغفرة فقط وما عدا ذلك. فألفاظ الركوع ثناء لا دعاء، وتعظيم لله عز وجل كما قال فعظموا فيه الرب، وعندئذ يزول الإشكال. وإن تعقبه بعض الفقهاء بأن هذا لا يلتقي مع الكراهة التي يقررها الفقهاء مع قول عائشة كان يكثر أن يقول في ركوعه، وهذا يدل على كثرة لا على قلة، فعندئذ تقول ليس فيه المنافاة الصريحة، وإنما أراد عدم الكثرة بمعنى عدم الزيادة على قوله رب اغفر لي، فإن هذا القدر هو القدر الوارد في السنة من الدعاء في الركوع، وعندئذ يمكن أن يمنع قول من قال بكراهة الدعاء في الصلاة مع ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ. يعني أنت لما تقول لإنسان إذا جاءك ضيفك فأخبرني، معنى هذا أن الضيف
ما جاء. وهذا هذا مفهوم اللغة، إذا في الشرط تدل على الاستقبال وأن الشرط ما حصل لما تكلمت به. نعم. قال: وفي حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ. وقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول والفتح. يعني أول سورة، أول صلاة صلاها بعد أن نزلت عليه السورة، قال فيها الدعاء أو ما قال؟ قال. ما الدليل؟ تقول ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا قال في هذا الدعاء. إذن قالها من أول صلاة، والفتح جاء ولا ما جاء؟ الآن دعك من الخلاف هل السورة نزلت قبل فتح مكة أو بعد مكة. تعال معي في سياق اللفظي العربي، إذا قال لشخص إذا حصل كذا فافعل كذا، عندما تكلم بهذا الكلام الشيء يكون حصل ولا ما حصل؟ ما حصل. ومع ذلك فإنه منذ أن صلى أول صلاة بعد نزول السورة قال في هذا الدعاء، ويقينا مكة ما فتحت بعد نزول الآية مباشرة. نعم. فهذا السؤال يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقب نزول الآية من النزول والفتح. والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده. وقول عائشة في بعض الروايات: يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه. فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيها إذا جاء؟ وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط الأمر؟ سواء قلت السورة نزلت قبل الفتح أو بعد الفتح، هنا سؤال وهنا سؤال. إذا كانت السورة نزلت بعد الفتح كيف يقول إذا جاء وقد جاء؟ وإذا كانت السورة قبل الفتح فكيف يقول هذا في الركوع والشرط ما تحقق؟ نعم. وجوابه؟ قال: وجوابه أننا نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ. يعني الفتح عند نزول الآية ما كان حاصلا، يعني السورة نزلت قبل فتح مكة. نعم. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذاك، يعني فعل مسارعة صلى الله عليه وسلم، وفعل مبادرة وامتثالا، ما كان ينتظر أن تفتح مكة حتى يمتثل أمر الله، بل فعل ذلك مسارعة وامتثالا منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه إذ ذاك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع. إذن هو في كل الأحوال ممتثل، لكن قبل أن تفتح مكة امتثل مبادرة ومسارعة وتبرعا كما قال، وبعد فتح مكة امتثل على مقتضى الأمر، لأن الله قال إذا فتحت مكة فسبح واستغفر، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب ها هنا سؤال، لكن عائشة رضي الله عنها تقول يتأول القرآن يعني يمتثل، فتقول هو قبل فتح مكة ما امتثل، يعني فعل شيئا لا يطابق ما أمر به. فالجواب أن تقول كل فعله امتثال عليه الصلاة والسلام قبل الفتح وبعد الفتح، وعندئذ يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم ممتثلا. غير أن الصنعاني رحمه الله استلطف جوابا أحسن من هذا فقال إنه صلى الله عليه وسلم نزل ما أخبر الله بأنه سيقع منزلة ما هو واقع، للقطع باليقين بما أخبر الله أنه حاصل، مثل إذا نفخ في الصور، فهذا من تمام يقينه بما أخبر الله أنه سيقع عده واقعا فامتثل وسبح بحمد ربه واستغفر صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي ولا بد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط،
بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط، وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة، يعني مسابقة ومسارعة وإحسانا. نعم. وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالا للأمر، والله أعلم. طيب، ويبقى السؤال الثاني أنه لو كانت السورة نزلت بعد فتح مكة فكيف يقال إذا جاء؟ ولهذا أخرج ابن جرير رحمه الله عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح كلها بالمدينة. وأخرج الأئمة أصحاب السنن كابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وغيرهم عن ابن عمر قال: نزلت أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع. فهذا وإن كان الحديث يعني في بعض رواته ضعف، والحديث عن الصحابة كثيرة تفيد أن السورة نزلت بعد الفتح، فيرد الإشكال كيف يقال للشيء الذي قد وقع إذا وقع؟ فيكون الجواب كما قرره أرباب اللغة أن إذا تخرج عن الاستقبال وتأتي للماضي، مثل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ويكون الحديث منزلا على ذلك، فيزول الإشكال فيما يتعلق بهذا السؤال، والله أعلم. نختم المجلس بفائدة فيما يتعلق بهذه الأدعية، وخصوصا في حديث أبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الحديث قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: نختم بفائدة، ونقل عن صاحب القبس يعني ابن العربي رحمه الله قوله: أذن الله في الدعاء لعباده، وعلمه في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فاجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. قال: فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالشارع. قال: وأشر ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء، فيقولون دعاء آدم ودعاء نوح ودعاء يونس عليهم السلام. قال: فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بالصحيح مما جاء عنه، ويجوز للعالم بالله أن يدعو بغير المأثور بشرط أن لا يخرج عن التوحيد، والأفضل له التيمن بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، والتبرك بألفاظه الفصيحة المباركة. قال القرافي رحمه الله: والأصل في هذا الكتاب العزيز قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قال: وهو دال على أن أصل في الدعاء المنع إلا ما دل الدليل على الجواز، والله تعالى أعلم. به تم الحمد لله، والحمد لله هذا الباب الرابع عشر، وهو باب التشهد من أبواب كتاب الصلاة، لنشرع في مجلسنا المقبل إن شاء الله في الباب الخامس عشر، وهو باب الوتر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.